ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا انا واسره جريده العالم 24 الالكترونيه في حلقه جديده من برنامج مع الانبياء في القران الكريم. تحدثنا في الحلقه الماضيه عن قصه موسى عليه السلام وهو رضيع، ارضعته امه، ثم لما خافت عليه ألقته في اليم، ثم بعد ذلك التقطه آل فرعون، ثم لما امتنع عن الرضاع من نساء قصر فرعون أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى أمه كما قال عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، يعني كما وعد الله سبحانه وتعالى في قوله إنا ردوه إليك، ففعلا رده الله سبحانه وتعالى رده إليها. ثم أنه بعد أن استقل عن الرضاع يعني وفطم وأصبح بإمكانه أن يأكل وأن يشرب بمفرده، عاد إلى قصر فرعون وهناك شب وترعى. قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهكذا الحديث في سورة القصص عن قصة موسى عليه السلام يطوى عن هذه الحلقة لكي يفتح حلقة جديدة وتتعلق بعلاقة موسى مع بني إسرائيل ومع الأقباط في مصر، إذ يقول الله سبحانه عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي. يعني هذه الواقعة سيكون لها أثر كبير على مسار فرعون عليه السلام. فمعلوم أن موسى عليه السلام، يعني كما يتضح من سياق الآيات التي ذكرت قصته، أنه كان قويا لكنه كان سريع الغضب، شديد الانفعال، فلذلك استغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه يعني من الأقباط. وهذا يوضح أنه العلاقة بين بني إسرائيل وبين الأقباط كانت علاقة متوترة، وكانت يعني تحكمها يعني صراع، ممكن أن نقول إثني أو صراع يعني ديني، بنو إسرائيل ضد الأقباط. فموسى عليه السلام تدخل بعدما قال الله سبحانه عز وجل، يعني قال عنه: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه، قال: فوكزه موسى فقضى عليه، بمعنى أنه ضربه موسى بقبضة يده فقضى عليه. واضح أن موسى عليه السلام لم يكن يريد القتل، إنما كان يريد الدفاع عن الإسرائيلي الذي استغاث به. وقضية الاستغاثة تؤكد أن بني إسرائيل لم تكن عندهم القدرة لكي يدافعوا عن أنفسهم، لأنهم عاشوا في تحت الاستعباد وتحت الذل، فلم تكن عندهم القوة النفسية لكي يدافعوا عن أنفسهم. لكن موسى عليه السلام كان عزيز النفسي وعاش في قصر فرعون، فإذا لم يكن عنده شيء من الخوف الذي كان يتملك بني إسرائيل من الأقباط، فلذلك يعني تدخل بهذه القوة فوكز القبطي فقضى عليه. لكن موسى عليه السلام لم يطمئن إلى هذه النتيجة، ولم قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، معنى أنه لم يرضى جريمة القتل، وهو لا يريد أن يكون من القتلة ولا يريد أن يكون من المجرمين. نعم يحارب الظلم، لكن دون أن يصل إلى مستوى من الظلم أشد منه، فيتحول صراع إلى قتل. هنا موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، قال: ربي اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا أصبح موسى عليه السلام يعني يعيش الخوف، قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب من أن ينتقم منه الأقباط الذين أو أهل القتيل الذين قتل لهم قتيلهم، يخاف موسى أن ينتقم منه، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال يعني كما قال في المرأة الأولى
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هنا قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، بمعنى من تدخل موسى عليه السلام بإنقاذه في المرة الأولى إذا به يدعوه مرة ثانية لكي يغيثه وينقذه من بطش أحد الأقباط. فأراد موسى أن يتدخل كذلك لكي يغيث الإسرائيلي، فقال يعني كما ذكرت الآية الكريمة فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. هنا قال له موسى يعني نهاه عن ذلك، بمعنى أنه عليه أن يكف عن إثارة العداوات في كل مرة. إن قال له موسى إنك لغوي مبين، بمعنى أنك تغوي الناس أو تغويني أنا بإثارة هذه المعارك. فمع ذلك قرر موسى أن ينقذه من بطش الإسرائيل، عفوا من بطش القبطي. فهنا قال له القبطي هذه الكلمة، قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا وما تريد أن تكون من المصلحين. بمعنى أن موسى عليه السلام كان، نستشف من خلال هذه الكلمات أن موسى عليه السلام كان رافعا لواء الإصلاح في مملكة مصر، وأنه كان يريد إقامة الإصلاح ضدا على ما كان يفعله فرعون وجنوده، فاشتهر بذلك. لكن هنا لما صدر منه القتل المرة الأولى وكان قتلا خطأ، ذكره يعني هذا القبطي بفعلته الأولى وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذا يؤكد لنا قضية في غاية الأهمية، وهو أن الإصلاح لا يتأتى مع سلوك العنف، العنف لا يتأتى مع الإصلاح. أهم وسيلة للإصلاح هو انتهاج السبل السلمية. فلذلك هذا القبطي لما ذكر موسى بهذه القولة هنا انتهى موسى عليه السلام. وهذا يؤكد لنا قضية في غاية الأهمية، وهي أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل. فموسى عليه السلام انتفع بعقل عدوه القبطي ولم ينتفع بصداقة يعني الإسرائيلي من أهله، لأنه كان غويا كما ذكر موسى عليه السلام. هذه جملة من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نستفيد منها. فهذا العدو كان عاقلا، ذكر موسى عليه السلام بأنه فعلا أنه من المصلحين وأنه يريد أن يكون من المصلحين، فلا يمكن أن ينتهج سبيل العنف والقتل لأنهما لا يجتمعان. فهنا موسى عليه السلام توقف عن ذلك. فإذا قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا وما تريد أن تكون من المصلحين. فهنا توقف موسى عليه السلام. وقرر موسى عليه السلام أن يغادر المدينة التي كان فيها، لأن الخوف قد تمكن منه إلى درجة أنه لم يعد قادرا على أن يستقر في تلك المدينة وأن يمارس فيها مهمة الإصلاح. فهنا توجه تلقاء مدين لكي يستقر فيها، وقد خرج يعني من المدينة وتوجه تلقاء مدين بهداية من الله سبحانه وتعالى وبتقدير منه عز وجل. فهناك سيكون لموسى عليه السلام شوط آخر من أشواط قصته سنتوقف عنده في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، والحمد لله رب العالمين.